بداية بعتذر من كل الأخوة والأخوات اللي شافوني على هذه القنوات اللي ما كان لازم أوقف عليها، ما كان لازم أوقف وأقرأ قرآن وانحط بهذا حط حالي بهذا الموضع اللي هو موضع الشبهات. أنا خطي معروف وتوجهي معروف ومسيري معروف. أنا امبارح بالليل جيت من الجنوب، قال لي أحد المشايخ اسمه محمد علي العاملي، قال لي عندك قراءة قرآن ببات وعندك مجلس عزاء. هلا أنا وصلت اليوم الساعة 10 وربع، ده قال لي التليفون، قلت له أنا هيان على الطريق، قال لي بسرعة بسرعة ناطرينك. وصلت أنا على المكان اللي بدي أقرأ فيه قرآن، بتفاجئ إنه في كاميرات وفيها، بس صدقا ما كنت عرفان على مين عم بقرأ، على هذا الإنسان اللي نحن مش من طريقه ولا من خطنا ولا من المسيرة تبعيتنا. نحن خطنا معروف ومسيرتنا معروفة. بتمنى من كل العالم ما عادش تحكي بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع عم تظلموني فيه، عم تحطوني بموضع شبهات كثيرة. أنا عم بقول لكم صار في عندي شبهة 100% وصار عندي غلط، وما كنت عارفان على مين رايح أقرأ. إذا هذا الفيديو اللي انتشر بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وأثار بلبلة كتير كبيرة هو للقارئ علي الخليل اللي تراجع، إنه اعتبر حاله إنه أخطأ، إنه راح قرأ الفاتحة سورة الفاتحة بمأتم الراحل لقمان سليم. حبينا بس ناخد الرأي الديني بهذا الموضوع، إذا كان خطأ أو مش خطأ، أو التراجع هو خطأ ولا مش خطأ. وما كنت حابب أخذ طرف، يعني كان عندي كتير رجال دين شيعة كان ممكن يهاجموا علي الخليل لأنه هني سياستهم ضد سياسة حزب الله، وكان عندي كمان شيوخة كتير سياستهم من بيئة المقاومة وكان ممكن يأيدوه. فلهالسبب لما قررت أن أختار شخص معين ليعطي رأيه بهالموضوع، رحت على شخص أعرفه تمام المعرفة وبعرف أنه هو على مسافة واحدة من الجميع، وهو على مسافة قريبة جدا من كلمة الحق وموقف الحق. هو سماحة المفتي أحمد طالب. مساء الخير سماحة المفتي. مساء النور أستاذ طوني. مساء النور أستاذ طوني إلك ولضيوفك جميعا. شيخ، كيف تلقيت هذا الفيديو بالتراجع والاعتذار؟ لأنه قري الفاتحة على شخص هو بيعتبره من خارج فكره السياسي أو من خارج بيئته السياسية، وهل يجوز، ما بعرف، أنه يجوز قراءة الفاتحة، لا يجوز، يجوز التراجع، لا يجوز التراجع، كيف قرأت هذا الموضوع؟ أستاذ طوني، إحنا تكملي للحديث اللي تحدثوا فيه ضيوفك الكرام اللي نحترمهم جميعاً، نحن بوضع اليوم لا نحسد عليه في لبنان. نحن في وضع غليان، غليان على المستوى العاطفي، غليان على المستوى السياسي، غليان على المستوى الأزمات والمآسي. اليوم ما في حديث عقل إلا ما شذ وندر للأسف. يعني اليوم الأحاديث كلها أحاديث غرائزية وتعبوية، والهدف منها التجييش والشحن وشد العصب. وهل هل هل الاهداف هاي عاده بتخلي الامور كلها تدخل ببعضها وتتخلط، ببطل في شيء اسمه ديني وسياسي معروف، هل هذا من موقع ديني او هذا من موقع سياسي؟ نحن بدنا نهدى شوي، نحن يكفينا ما فينا من الام، يكفينا ما نعاني، يكفينا ما مر على لبنان وما يمر عليه وما نحن صائرون اليه. يعني اليوم نحن صحيح أكثر بلد منا عارفين لوين رايحين، هذا الشعب متوتر. عرفنا خلاص، عرفنا لوين رايحين مولانا، عرفنا لوين رايحين، رايحين على جهنم، واضح. أنا اللي بدي أقول لك يا أستاذ طوني إنه اللي حصل اليوم هو جزء من هذا الجو. يعني الشيخ طلع قرأ آيات قرآنية وقرأ مجلس عزاء. نحن بجونا الشيعي هذا أمر متعارف عليه على أي إنسان شيعي، بعيداً عن خلفيته السياسية، بعيدا عن مواقفه، بعيدا عن ممارساته، هذا يعني أن يقرأ طلق القرآن على الميت بعد وفاته، هذا ما في أي نوع من أنواع الإقرار والموافقة على متبنياته الفكرية. لا، هذا طقس عبادة، حرمة الموت وحرمة هذا الجسد اللي يدفن والوقف أمام القبر بتستدعي استذكار الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة، تستدعي استذكار ما نعتقد بأنه عادة يخفف آلام الحزن وهو مصيبة أهل البيت عليهم السلام.
بعيدا عن أي شيء آخر، والصلاة على الميت هي أمر واجب شرعي، الصلاة عليه حتى لو كان أي عدو، في حتى لو موس كان يس عدو، يعني عدو حتى لو بالفكر، عدو أي بالمعتقد، عدو. يا أستاذ توني، نحن كنا نبعث شبابنا يصلوا على عملاء إسرائيل، كانوا عملاء إسرائيل، ويصير في بعض يعني من يسقط منهم، نبعث شبابنا، لأنه نحن ما فينا من الناحية الشرعية ندفن إنسان شيعي من الناحية العقيدية أن يدفن بلا صلاة. هذا شيء واجب شرعي علينا، منه أمر، هذا تكليف ديني، هذا ما منه شيء سياسي، ما بتتداخل فيه الأمور السياسية. الموقف منه شيء لأنه عندي موقف سلبي لمتبناه الفئة السياسي أو لسلوكه السياسي قد أختلف معه إلى أقصى الحدود، ولكن هذا لا يخرجه عن كونه إنسان ملتزم بدين وملتزم بمذهب، وهناك أمور عبادية إلزامية لها علاقة بانتمائه الديني وانتمائه لماذا المذهبي، تراجع؟ حتى إن فعله لا يمت إلى مذهبه نعم، بصلة. سؤال، لماذا برأيك تراجع؟ ما بعرف إذا كان شيخ أو قارئ، يعني اعذرني، لا أعرف مقام. أنا استاذ، أنا فعلا ما اتصلت فيه للشيخ، بس هو شيخ محترم نعم، وطيب ومحترم، من ابن عائلة تحت ضغط محترمة وسائل وطيبة، التواصل الاجتماعي. لكن ضغوط الشارع بعدني. هذا برجع نعم، لكلام الأول، إنه اليوم الضغط العاطفي والإثارات اللي عم تصير على السوشيال ميديا عم تصير أقوى من قدرات الشخص على التحمل. اليوم أستاذ غسان جواد إنسان، يعني أي حدا بيسمع له حواراته بيعرف إنه إنسان موضوعي، تصور إنه شريط قديم من عمر من 9 سنين عمل له نوع من الإزعاج، لأنه طبيعي ينزعج لأنه طلعوه وحطوه في غير سياق. اليوم هذا رجل دين، عادة عنده حملات، بروح على الحج، بروح على زيارة، صار في عليه حملة إعلامية، أنا هذا تحليلي يعني، نعم، هو ما قدر يتحمل هذا الموضوع، فقال أنا خليني أوضح، لأنه ما فيك تيجي تقنع شارع عم يحكي من موقع عاطفي، مش عم يحكي من موقع عقلاني، مش عم لحتى صدقني، حتى مش توجه حتى القيادة اللي موجود. يعني أنا اليوم بقول لك معلش، إنه ما فينا يعني إلا ما نحترم إنه والله ينزل بيان حتى من حزب الله يدين في عملية الاغتيال والقتل اللي صارت. يعني اليوم معلش، مجيء السفراء وخصوصا السفيرة الأمريكية اجت على الضاحية الجنوبية، ما حدا تعرض لها، لأنه بالنهاية في قانون وفي بلد وفي قيادة يعني بتحترم اليوم فينا الضوابط نعتبر، اللي هي لازم تحترم. نعم، ما راح يجوا يروحوا يقولوا لهم روحوا انتم حاربوا هذا القارئ لأنه قرأ القرآن، لكن الناس لوحدها عم تاخذ خيارات نتيجة ولكن التشييش الإعلامي شيخ، والعاطفي. ولكن التراجع والاعتذار ما أساء أكثر لهذه البيئة؟ يعني اليوم هذا التراجع أساء لهذه البيئة أكثر بكثير من إنه راح عمل واجباته الدينية. يعني صارت العالم تقول لك يا خيي، ليكو درجة القمع إنه شيخ راح قري الفاتحة على ميت، ليكو شو صار فيه، جبروه إنه يطلع يعتذر، وإلا الله أعلم شو كان صار فيه. يعني أنا أعتقد للأسف إنه هذه البيئة أزعجها الاعتذار أكثر من أزعجها الفعل بحد ذاته. هذا الكلام اللي عم تحكيه كلام ممكن يفسر بالطريقة السلبية بدل ما أنه هو أراده بطريقة إيجابية. صحيح، ويمكن نحن لو نستشار أو يسأل أو كذا، يمكن ما كان نصح بأنه يطلع يقدم اعتذار، لأنه ما بدأ لقد يعني ما كان في هذا الموقف الأساسي اللي بيفرض عليه، أنه لأنه هذا عمل لا يعتذر منه، أنه إنسان يروح يقرأ نعم، قرآن في مكان، في أي مكان إن كان، أو يقرأ مجلس عزاء في أي مكان إن كان، منه هذا الأمر المنكر اللي بيستدعي فعلا أن الواحد يطلع يعمل اعتذار عليه. لكن المشكلة طوني بعدني عم بقول لك، أنه عم يخضع كثير من العقلاء لغرائز الشارع، شارع غرائز الشارع المتفشي عم على تكون مواقع التواصل. عقلية العقلاء.